صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من الناس من يستدل على نزول وقت المطر بظهور بعض النجوم، فهل في ذلك محذور؟ يقول أحسن الله عليكم: من الناس من يستدل على نزول وقت المطر بظهور بعض النجوم، فهل يجوز ذلك؟ نحن عندنا شيئان، الشيء الأول الأوقات والفصول، أوقات نزول المطر هذه ما فيها شيء، أجرى الله العادة أن المطر ينزل في الشتاء ولا ينزل في الصيف في القيض، هذه أوقات تسمى أوقات، أوقات نزول المطر بإذن الله إذا شاء الله. وفيه أسباب، أسباب نزول المطر، في فرق بين الأوقات والأسباب، فالأسباب ما فيها أسباب لنزول المطر، هذا راجع لقدرة الله سبحانه وتعالى. وأما الأوقات نعم هي أوقات لنزول المطر، فإن شاء الله نزل وإن شاء لم ينزل. أحيانا تمر الأوقات، يمر الوسم، يمر المربعانية ولا ينزل مطر، يمر الشتاء ولا ينزل مطر، مع أن الوقت وقت نزول المطر، فنزول المطر من الله سبحانه وتعالى، أما الوقت هو موجود ما في شك. نعم.